بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا الموائع اثنين الدرس السادس والأخير introduction to compressible flow part 2 المحاضرة قبل الأخيرة من هذا الدرس نبدأ جزء جديد هنا فرح ندرس النزل ونعطي هنا basic review أو لمحه عن النزل فهنا أول شيء النزل produces thrust يعني أي thrust يعني قوة الدفع هنا شكل النزل عندي ايش عندي هنا جزء convergent وجزء هنا divergent في الجزء الاول convergent في عندي عملية احتراق تقع الكمبسن كامبر بعد احتراق البنزين الاكسجر يمر على مكان ضيق اللي هو ايش ثرت او مكان الاختناق ثم بعدين في عندي Divergent زي ما هنا ويحدث هنا انبعاث الغازات اللي يدفع أو يولد لي الطاقة أو القوة اللي هي thrust. Convert the thermal energy of hot camber gases into kinetic energy and direct that energy along nozzle axis. Exhaust gases from combustion are pushed onto throat region of nozzle. زي ما قلنا هنا بعدين احتراق مر الغازات هنا على throat. Throat is smaller بما أنه منطقة اختناق. فهنا الأريا تصبح إيش؟ أصغر فهنا الـ أر are compressed to high pressure بما إنه المكان أصبح ضيق أو مساحته ضيقة نزل gradually انكريز in cross-sectional area allowing gases to expand and push against wall-screened thrust زي ما قلنا هنا بعد expansion فعندي هنا ضغط وهنا ضغط ما يولد لي إيش؟ Thrust فهنا نعرض most important parameter in النزل اللي هو يمثل لي إيش Exist area على Throat area فهنا Exit راح نعبر عليها ب E و Throat نعبر عليها ب Star Operation of converging nozzle زي ما نشوف هنا عندي at pressure of camber and temperature TC a converging nozzle will shock when PB is reduced to a critical value. ستار فهنا راح ندرس تأثير مجموعة الضغوط اللي موجودة في النزل زي بي بي وهي البريشر الخارجية، بي إي اللي هي exit pressure أو البريشر في منطقة الخروج، وراح نشوف تأثيرها رويدا رويدا وإن شاء الله في الحصة القادمة نكمل هذا الأمر. فهنا عندي لو إنه exit pressure تساوي pressure star is called design pressure. Ratio عندي لو الـ Pressure حقت برا أكبر من الـ Pressure في الـ Throat Flow will be subsonic and exit pressure it will be equal to back pressure والـ Pressure برا. For any pressure الـ Pressure برا أقل من الـ Pressure في الـ Throat Flow will be sonic at nozzle exit and exit pressure أكبر من الـ Back Pressure and flow is shocked. and شقد يعني إيش هنا؟ يعني إنه وصل إلى سرعة الصوت and e exit pressure يساوي throat pressure. هنا في مجموعة أسئلة راح نطرحها وإن شاء الله الحصة القادمة راح تكون الإجابة حقتها. Can this nozzle ever produce a supersonic super flow in the converging portion? يعني هل دائما في النزل في production of supersonic flow يعني يوصل سرعة السريان الماء أكثر من سرعة الصوت في الجزء حقة الـ يعني في البداية. Can this nozzle ever produce supersonic region in the exhaust؟ نفس السؤال هنا. هل دائما في production of supersonic region in the exhaust؟ Is this region expanding or being compressed؟ وهني مجموعة أسئلة. هنا رح نشوف الرسمة حقة النوزل. زي ما قلنا هنا في عندي ايش جزء الكونفرجنك الاختناق اللي هو و وديفرجنك او لا ديفرجنك سكشن زي ما قلنا البريشر اللي برا راح نسميها باك بريشر <ملة>. او بي بي البريشر هنا في الاكزيت بريشر اي والبريشر بداية الـ الـ <Northeastbecauseole>. <الصحب> <rumors>. <ملة>. بي سي وحقة الثريت راح نسميها ايش زي ما قلنا بي ستار فنذكر هنا الكلام هذا كله عندي أربع أنواع من الـ Pressure، بي بي، باك بريشر، وهي الـ Pressure برا، بي اي، وهي Exit Pressure، أو في منطقة الخروج، بي ستار، وهي الـ Pressure في منطقة الاختناق، وبي سي، اللي هي البداية، أو في الـ Camber Combation، أوف Combation، فهنا Gas Flow Throw nozzle From Raisin، of High Pressure، Camber، زي ما قلنا هنا، to Low Pressure Ambient، فهنا الضغط يكون مرتفع. ويكون هنا بالطبع برا يكون الضغط منخفض. The camber is taken as big enough so that any flow velocity are negligible. فهنا راح نعتبر انه هذا المكان كبير جدا فهنا ما في حركة او سرعة تساوي صفر. Gas flows from camber into converging portion of nozzle past the throat through diverging portion and then exhaust into ambient as yet. زي ما قلنا راح يمر من converging part لthroat الى diverging part. Pressure of ambient is referred to از باك زي ما قلنا سميناها بي او باك هنا نكون خلص ان شاء الله في الحصه القادمه نستعمل جميع المعطيات اللي قلتهم الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته